السلام عليكم. هنبدأ جولتنا النهاردة بالعاصمة الإدارية الجديدة بالحي السكني R7 كومباوند أرمونيا. كومباوند أرمونيا من أميز الكومباوند في منطقة R7 الحي السكني، وهو من شركة زلاند للتطوير العقاري ومن أرض الواقع. يا جماعة احنا دلوقتي في العاصمة الإدارية في الحي السكني R7، وزي ما انتم شايفين كده احنا كل جولاتنا من أرض الواقع. طيب، شركة زلاند للتطوير العقاري العاصمة الإدارية الجديدة، هو الكومباوند في حي السكن R7، يعني بالتقاطع كده هي قطعة E3 بالتقاطع مع R7. مساحة المشروع ده يا جماعة 42 فدان. كومباوند أرمونيا العاصمة الإدارية الجديدة هو واحد من أفضل وأرقى المشروعات المتواجدة بالعاصمة الإدارية، والذي صممته شركة زلاند وحرصت على توافر جميع عوامل نجاح المشروع السكني به. تتميز تصميمات الكومباوند بكونها عصرية حديثة تحاكي التصميمات الأوروبية بشكل كبير، ويرجع ذلك إلى استعانة الشركة بنخبة من أفضل المهندسين والفنيين لتصميم المشروع. كما حرصت الشركة المطورة لمشروع كومباوند أرمونيا العاصمة الإدارية على أن تتوافر جميع الخدمات الأساسية والترفيهية التي يحتاج إليها الملاك داخل الكومباوند. يقدم كومباوند أرمونيا لمسة الجمال الراقية التي تحاكي التصميمات الأوروبية بشكل كبير، والتي تناسب فئة الملاك ذات الذوق الرفيع التي تبحث عن أملاك شيء مميز. من أهم ما يميز كومباوند أرمونيا هو نسبة المساحة الخضراء التي تتجاوز 80% من مساحة المشروع، بالإضافة إلى البحيرات الصناعية الموزعة بشكل هندسي يضيف لمسة جمال طبيعي للمشروع. تصميمات ومساحات كومباوند أرمونيا. يقوم كومباوند أرمونيا العاصمة الإدارية على مساحة تصل إلى 42 فدان، حيث أن نسبة المباني تصل إلى 20% من المساحة الإجمالية للكومباوند، وباقي المساحة تم تخصيصها للمساحات الخضراء واللاندسكيب. أما مساحات وتصميمات كومباوند أرمونيا فكانت كالتالي: يتوفر الكثير من الوحدات السكنية داخل الكومباوند، والتي تتراوح مساحتها من بين 85 متر مربع وحتى 350 متر مربع. دي حاجة طبعا يا جماعة مميزة جدا، يعني أكبر مساحة 350 لأصحاب يعني التميز في المساحات الكبيرة وكده يعني. وتنقسم الوحدات إلى أشواء سكنية غرفتين وثلاث غرف ودوبليكس 4 غرف، وتتكون العمارة من أرضي جاردن زائد 5 أدوار زائد دوبليكس الدور السادس والسابع. طيب، مساحات الوحدات في ألمانيا: شقة غرفتين بمساحة 87 متر و93 متر، وشقة غرفتين بجاردن بمساحات 87 متر زائد 24 متر مربع زائد جاردن، وشقة 3 غرف داخل كومباوند الأرمونيا بمساحات من 130 متر حتى 185 متر مربع، وشقة 3 غرف بجاردن بمساحات من 130 متر زائد 36 متر جاردن، و220 متر زائد 76 متر مربع زائد جاردن. دوبليكس 4 غرف بمساحات من 333 متر حتى 347 متر. يعني حاجة مميزة جدا يا جماعة. المشروع هنا ده من أرض الواقع، وزي ما انتوا شايفين كده عمار كتير جدا خلصت تشطيبات خارجية وداخلية. يعني مثال دلوقتي العمار دي، يعني دي كده خلصت التشطيبات الخارجية اهي والداخلية برضو، وبعض العماير شغالين فيها اوريدي. يعني ده برضو جزء زي ما انتوا شايفين كده. الجزء اللي احنا شفناه في الاول ده تقريبا خلص داخلي وخارجي واللاندسكيب والدنيا تمام. ده بقى جزء من مشروع العمار، خلصت خرسانات الانشائية اهي زي ما انتوا شايفين، وباقي بس اعمال التشطيبات الخارجية والداخلية. يعني حاجة محترمة جدا، والار 7 هنا فيها طفرة كبيرة جدا بالنسبة للكومباوند والحي السكن. الصراحة مميز جدا، يعني من افضل الاحياء هنا في العاصمة الادارية من كثرة المشاريع على أرض الواقع، وإنجاز كبير جدا طبعا في الطرق والمرافق. حاجة محترمة جدا يعني احنا كده كنا في جولة، يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.